أما الآن فمع الخبر اللي صدم محبي نجم البوب فرانس اللي توفي بشكل مفاجئ يوم الخميس وحيدا في منزله. الخبر الحزين تفاعل معه النجوم وعبروا عنه بكلمات على السوشيال ميديا، ومنهم من تذكر أهم اللحظات اللي جمعتهم معه. أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما اللي كان في زيارة للندن وقت الخبر فنشر تغريدة بكلمات مؤثرة جدا نعى فيها برينس واعتبره واحد من أهم المؤثرين في عالم الموسيقى الأمريكية الشعبية، ووصفه بالموهبة اللي مش هتتكرر تاني. جوه أسانسير بيته في ولاية مينيسوتا كان موجود برينس وكان خلاص فارق الحياة، فأعلن عن وفاته يوم الخميس الصبح الساعة 10. آخر مرة تشاف فيها برينس على قيد الحياة كان يوم الأربعاء بالليل الساعة 8، وبعد كده محدش عرف يوصله. التحقيقات الأولية بتقول إنه مفيش أي دليل على إنه سبب الوفاة هو تعاطي الأدوية بجرعات زايدة أو الانتحار، ودي الحاجة اللي أكدها قائد الشرطة في منطقته شارف جيم أولسون. آخر ظهور لبرينس كان في حفلته الأخيرة في مدينة أتلانتا الأمريكية، وعزف وقتها على الجيتار والبيانو وتقال إنه خلص الحفلة بدري، وطيارته الخاصة اللي كانت بتنقله على بيته هبطت اضطراريا في ولاية إلينوي بسبب سوء حالته الصحية بعد إصابته بالألف. So it's all very strange that this has happened so suddenly. It does seem to have been further complications that nobody was aware about at all. يمكن في العالم العربي مش كتار يعرفوه، لكن شهرته أكبر بكتير جدا بره، فحصل على جائزة أوسكار وسبع جوائز جراميز، كان أولها عن ألبومه الشهير Purple Rain سنة 1984. Live performances were fantastic. One of the things that people are talking about recently at the Super Bowl show, the halftime show that he did in 2000. كانت مايا دياب من أول النجوم اللي نعوه، فنشرت صورته وكتبت بما معناه ملك الموسيقى، أخذت الموسيقى إلى مستوى مختلف. أما في العالم فالصدمة كانت أكبر، وكل واحد عبر عن حزنه طريقته. منهم ماريا كاري اللي ما قدرتش تحبس دموعها على المسرح وأهدته أغنيتها One Sweet Day خلال حفلها في باريس. مادونا اللي كانت مقربة منه نشرت صورتها معاه من التسعينات وعلقت بما معناه لك تغير العالم، كان لديه نظرة حقيقية إنها خسارة. أما بيونسي فنعته على الإنستجرام ونشرت صورته مع كلمات من أقواله. كمان جاستن تيمبرليك نشر صورة لبرينس وكتب بما معناه إنه لما كان عنده 4 سنين كان بيسمع أغنية راسبيري بيرت وسأل مامته في وقتها مين اللي بيغني. He was a very sociable guy when it came to other celebrities. We've heard Will Smith talk, of course, about just talking to Prince very recently and being extraordinarily close with him. We've heard Madonna tell stories about how close they were, hanging out, of course, in the same sort of era. Even up to Beyonce when he appeared at the Grammys with her. They were good friends. كيم كارداشيان حبت تشارك بالتعبير عن حزنها فنشرت بوست لصورة بتجمعهم وقالت بما معناه أتذكر دائما هذه اللحظة مع أحد نجومي المفضلين، وعلى طول كتبوا تعليقات ساخرة ورجعوا ودوروا على الفيديو اللي أخدت منه الصورة لما عزمها على المسرح للرقص معاه، لكنه طردها قدام الجمهور بعد ما حس إن هي ما تفاعلتش معاه زي ما المفروض. يمكن كيم ما فكرت قبل ما تحط هالصورة، أو يمكن فكرت وعرفت إنها رح تثير تعليقات الناس على السوشيال ميديا ورح تكون جزء مهم في كلام الناس حول حدث مهم مثل وفاة برينس. وغير المشاهير في معالم مهمة كرمت اسمه فغيرت أنوارها للون اللي اشتهر بيه برينس وهو البنفسجي، لكن اللون ده عمل شوية لخبطة مع الاحتفالات بعيد الملكة إليزابيث 90 لأنه هو ده كمان اللون الملكي. فشفنا تغريدة كتبت أنه شلالات نياجرا ستضاء باللون البنفسجي احتفالاً بعيد ميلادها، بينما نزل خبر أنه الحدث صار تكريماً لبرينس، ومحرر الخبر شطب اسم الملكة من المقال وكتب اسم برينس.